تتزايد التحذيرات الدولية والإقليمية من مخاطر اتساع نطاق الحرب لتشمل لبنان وتطورها إلى حرب إقليمية مفتوحة. هواجس أعربت عنها تركيا مؤكدة دعمها للبنان. فأمام نوابه في البرلمان هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الإسرائيلية منتقدا خططها لتوسعة الصراع في المنطقة. خطة نتنياهو لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة بموافقة الغرب ستؤدي إلى كارثة، وعلى العالم الإسلامي والدول الشقيقة في الشرق الأوسط الرد على هذه الخطة الدموية. روسيا بدورها رأت أن مخاطر امتداد الصراع إلى لبنان قائمة، وحثت المجتمع الدولي على الاعتراف بالنهج الكارثي لإسرائيل. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية مأساة وكارثة حقيقية يجب أن تتوقف. التحذيرات أتت أيضاً من اليونان والأردن. وزير الخارجية اليوناني شدد على أهمية تقليص دائرة الحرب، مشيراً إلى توسعها باتجاه الضفة الغربية والبحر الأحمر وجنوب لبنان، فيما جدد نظيره الأردني المطالبات بوقف الحرب في غزة فوراً. خطر توسع الصراع إقليمياً يتفاقم يوماً بعد يوم مع ما نراه من تصعيد ضد لبنان أيضاً وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية. لن ننظف وراء نتنياهو، لن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلاً عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونكون نحن في مكان من يتعامل مع الواقع الكارثي الذي أوجده نتنياهو وحكومته وأوجده هذا العدوان. ومع إرهاصات الحرب التي تلوح في الأفق والتي يقول الجميع إنه لا يريدها، جددت كندا دعوتها لرعاياها بمغادرة لبنان فوراً، وذلك تجنباً لتكرار سيناريو حرب 2006 حينما أجلت آلاف الكنديين من لبنان في عملية كلفتها نحو 100 مليون دولار.